مرحبا، السلام عليكم. طبعا جيت اليوم من العراق على مركز ايرانا، لان شفت اكثر الفنانين والمعروفين بالعراق المشاهير جوا على هذا المركز على مود الزراعه، وهواي عندهم مراكز عن تجميل ما تجميل، فانا جيت على مود الزراعه لان سبق وان سويت عمليه بتركيا في زراعه الشعر، ما اعتقد من نجحت عندي، فحاولت اسوي كثافه. قالوا لي انه مركز ايرانا هو اللي فيه اكثر الدكاتره المعروفين في زراعه الشعر، فالحمد لله وشكرا انا وصلت اليوم المشهد، وان شاء الله نشوف باقي المراحل الزراعه. فانصحكم قبل لا تجون المركز ايرانا تراسلون المعتمدين اللي هم 10 معتمدين الى 15 معتمد لهذا المركز. ما انصحكم تروحون للسائق تاكسي او مترجم او هذول الخارجيين، فانصحكم بالمباشر تراسلوهم، لان انا متفرق لكم الاسعار وبالهذا، وان شاء الله اسعارهم كلش حلوه ومناسبه. فانصحكم بمركز ايرانا بالمشهد. تحياتي لكم، اخوكم مصطفى من بغداد.